صباح الخير أصدقائي من قناة ميرو، بحييكم. قناة ميرو للمعلومات والطبخ، يا رب تكونوا بصحة وخير وسلام. اللي ما شافش القناة قبل كده يفعل الجرس ولايك شير سبسكرايب. النهاردة هنتكلم عن حاجة جميلة جدا ممكن ما نكونش عارفينها، لكن لازم نعرف أصدقائي أسرار عن فاكهة الكاكا، لأنها بتحتوي على العديد من المواد اللي بتحارب الالتهابات في الجسم، وبتحتوي على 20% من الحصة اليومية لفيتامين سي، اللي بيعتبر أهم الفيتامينات لمنع الالتهابات في الجسم، طبعا بالإضافة لمضادات الأكسدة زي الكاروتينات وفيتامين ه. فهنبتدي أصدقائي نشوف فوائد الكاكا، أضرارها، والمعلومات الكتيرة عنها. ما هي فاكهة الكاكا؟ أو التين الكاكي، هي أحد أنواع الفواكه المعروفة قديما لدي الشعوب اليونانية، وذلك بسبب فوائد الكاكا العديدة للصحة والجسم. بتنتمي الكاكا اللي هي البارسيمون إلى عائلة الديو سيبيروس، وهناك أنواع مختلفة منها زي الكاكا الياباني، الكاكا الأمريكي، البرسيمون الأسود، الكاكا الهندي. بتمتاز بطعمها الحلو جدا والمذاق الجميل، شكلها يشبه حبة الطماطم. بتمتاز الكاكا بأنها منخفضة السعرات الحرارية، يمكن أننا نتناولها طازة نية أو مجففة. فاكهة الكاكا غنية جدا بالعديد من المعادن زي الفوسفور، الكالسيوم، الفيتامينات زي فيتامين ألف. على الرغم من صغر حجم فاكهة الكاكا، إلا أن القيمة الغذائية للكاكا عالية جدا، لأنها بتحتوي على عناصر غذائية مفيدة. فايدة الكاكا بتحتوي على الفيتامينات وفيتامين ألف بالذات، بتقوي المناعة، بتقوي النظر، بتساعد على نمو الجنين في بطن أمه. كمان احتوائه على مضادات الأكسدة القوية زي مركبات الفلافونويد أو الكاروتينات، دي مفيدة جدا للصحة. بالنسبة للسعرات الحرارية لفاكهة الكاكا، 118 سعر حراري، بتحتوي على الكربوهيدرات بنسبة 31 جرام، البروتين، الدهون، الألياف، السكريات، بتحتوي على الصوديوم، فيتامين ألف، فيتامين جيم، فيتامين سي، فيتامين ه، فيتامين كاف، فيتامين ب 6، بوتاسيوم، ونحاس، منجنيز. قيمة غذائية عالية جدا بتحتويها الكاكا. بالنسبة لفوائد الكاكا، واحد، فوائد الكاكا للقلب. يساعد اتباع نظام غذائي صحي على الوقاية من معظم أمراض القلب. تعد فاكهة الكاكا من أغنى أنواع الفواكه بالعناصر الغذائية زي ما قلنا، فبتساعد على الحفاظ على صحة القلب. إزاي؟ أولاً بتحتوي على البوتاسيوم، ودي بيقوي الشرايين وبيقوي القلب. مضادات للأكسدة، دي بتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب من خلال خفض ضغط الدم وخفض مستوى الكوليسترول الضار ال LDL في الدم. طبعا فوائد الكاكا في خفض ضغط الدم، بتحتوي على ماده تسمى العفص، بتساعد ماده العفص دي على خفض ضغط الدم. بالنسبه لفوائد الكاكا لتقليل الالتهابات، لانه بتحتوي على فيتامين سي، فدي مضاد للالتهابات المزمنه زي التهاب المفاصل، بتساعد على يعني تقليل التهابات المفاصل، بتقلل من المرض السكري، وطبعا السمنة لأن احنا قلنا سعراتها مش عالية، فممكن اننا نستخدمها في نظامنا الغذائي للدايت. بالنسبة لفيتامين ألف، قلنا ان هو بتحافظ على صحة العين والنظر والرؤية الصحيحة. بالنسبة لفايدة فاكهة الكاكا للجهاز المناعي، بيحتوي طبعا قلنا على الفيتامين سي، بيقوي جهاز المناعه وبيزيد من انتاج خلايا الدم البيضاء اللي بتعتبر خط الدفاع الاساسي ضد الاجسام الغريبه، البكتيريه، الفيروسيه، الفطريه. فوائد الكاكا في تحسين الهضم وعمل الجهاز الهضمي، بتحتوي على الالياف الكثيره، بتحتوي على مقرب من 20% من احتياج الجسم اليومي للالياف، مما يحفز حركة الأمعاء ويقي من إصابة بالإمساك، وبيزيد من إفراز العصارة المعدية. وطبعا الألياف، وجود الألياف بيتقي من إصابة بسرطان القولون والمستقيم، فبتحتوي على النحاس، وبيعتبر من العناصر الأساسية للدورة الدموية وتكوين خلايا الدم الحمراء. فوائد الكاكا للوقاية من الأورام والسرطانات،
بتمتاز فاكهة الكاكا بخصائص مضادة للسرطانات والأورام، حيث أنها مليئة بمضادات الأكسدة المهمة لمحاربة الجذور الحرة، تنتج عن عملية التمثيل الغذائي. ونتيجة لمحاربة فاكهة الكاكا الجذور الحرة، فإنها بتستخدم للوقاية من أمراض السرطان. نظرا لاحتواء الكاكا على المعادن والفيتامينات وفيتامين ألف وبيتا كاروتين والمضادات الأكسدة، فكل ده بيساعد على تقليل علامات الشيخوخة المبكرة وتقليل التجاعيد وتأخير ظهور البقع الجلد المرتبطة بالعمر والإرهاق. الكاكا أيضا لها فوائد في إنقاص الوزن زي ما قلنا، إيقاف النزيف لو حصل أي جروح، تنظيم مستوى السكر في الدم، تقليل احتباس السوائل في الجسم، إزالة السموم من الجسم، الحفاظ على صحة الكبد، منح الجسم الطاقة نظرا لاحتوائه على البوتاسيوم. طرق تخزين الكاكا: يمكن تخزين الكاكا أصدقائي في الثلاجة بعد غسلها وتجفيفها، كما يمكن أننا نقطعها على شكل شرائح وحفظها في الثلاجة واستخدامها في غضون أيام قليلة. يفضل حفظ الكاكا بعيدا عن الأطعمة الأخرى زي اللحوم النية أو الأسماك. طرق تناول فاكهة الكاكا: يمكن تناول كاكا الفاكهة للحصول على فوائد الكاكا الصحية أو عصير. ممكن نقطع الكاكا لشرائح زي ما قلت وإضافتها للسلطة. ممكن إضافة الكاكا للبن أو الشوفان والاستمتاع به كوجبة خفيفة. ممكن نشوي الكاكا في الفرن، إضافة العسل ليها بعد الشوي. مسك الكاكا مع التوت والحمضيات وتناولها كسلطة فواكه. إضافة الكاكا أو المجففة لخليط الخبز أو الكعك. شوي الكاكا مع اللحمة أو الدجاج للحصول على نكهة مميزة. وضع الكاكا في الفريزر وتجميدها وصنع البوظة أو عصير مثلج منها. بالنسبة لأضرار فاكهة الكاكا: أولا، ممكن لبعض الأشخاص، مش لكل الناس طبعا، وده من النوادر، يعني هتكون دي حاجة نادرة، انها تتسبب الحساسية لبعض الاشخاص. كمان ممكن انها برضو في الحالات النادرة والاكثار منها تسبب القيء او الدوخة. توصلنا الى ان فاكهة الكاكا دي من الفواكه الغنية جدا بالمواد الغذائية والفيتامينات والمعادن، فنرجو ان انتوا تاكلوا فاكهة الكاكا، وهي حلوة جدا جدا جدا، انا شخصيا بحبها قوي. والى اللقاء اصدقائي مع معلومات اخرى ومعلومات تهمكم، والى اللقاء وتحياتي، اشكركم، والى اللقاء مع معلومة جديدة وافكار جديدة مع قناة ميرو للمعلومات الطاقة. يا رب تكونوا بصحة وخير وسلام.